مالك؟ في ايه؟ ايه اللي حصل مع خالك؟ ليه وشك عامل كده؟ خالي قرر انه يسلمني الارض ويعترف بكل حقوقي انا واختي. ده بجد؟ مبروك، دي اخبار هايله. مش ده بالظبط اللي انت كنت عايزه؟ هو ده بالظبط اللي انا كنت عايزه. معلش يا زيزي، انت عندك اي مشكله ان احنا نبات هنا النهارده؟ خلي ماسك فيا وعمال يحلف عليا. لا 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 طبعا خالص، انا تمام، ما عنديش اي مانع، بالعكس انا مبسوطه اصلا جدا في الجو الريفي ده. شكرا يا زيزي، شكرا عشان جيتي معايا المشوار ده، وشكرا عشان وقفتي جنبي. اللي انت بتقوله ده ما تشكرنيش، انا عايزة ابقى هنا. بعدين بصراحة انا اللي عايزة اشكرك، ما جاتيش الفرصة ان انا اعمل كده. شكرا على كل حاجة، على وقفتك جنبي وعلى كل اللي انت عملته معايا وكل اللي انت ما زلت بتعمله لي. شكرا يا مراد. معلش بقى، انا ناموس كتير والجو ساقع قوي، مالكيش انت في الاجواء دي. لا 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 خالص، بالعكس. عارف يا مراد، انا لو كان عندي ارض زي دي كنت جبت عيال كتير قوي، وكنت جبتهم هنا كل ويك اند وفي كل اجازه، ويقعدوا يجروا ورا بعض ويلعبوا ويطلعوا ان هما بيحبوا الطبيعه كده. تيجي نطلع ننام؟ النهارده كان يوم طويل قوي. يلا اوريكي اوضتك. يلا.